فحينما قال ربنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، استنبط علماء الشريعة قاعدة مهمة جدا، وهذه القاعدة عبارة عن مبتدأ وخبر، لأن علم قواعد الفقه من علوم المسلمين التي يباهون بها الدنيا في التنظيم والضبط وسبك العبارة وضم كل المفردات تحت عبارة صغيرة. علماء الشريعة في قواعد الفقه حينما استنبطوا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، قاعدة أساسية عامة ضمن ست قواعد في الحلال والحرام. ليه؟ لأن مسألة حصر الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس والعلاقات والصداقات كما قال شيخنا الأستاذ الدكتور أبو ليلى أمر متسع جدا لا يمكن أن يقع تحت حصر. ليه لا يمكن أن يقع تحت حصر؟ نحن نعيش في مصر ولا نعيش في الدنيا كلها، وخلق الله أشياء كثيرة من النباتات والحيوانات في عالم لا يمكن لأحد أن يستوعبه كله، وهذا من نعم الله على الإنسان. وهنبص الآيتين اتنين بس. آية تحدثت عن كلمات الله في كونه، وآية تحدثت عن كلمات الله في كتابه. فكتاب الكون ما فيه كلمات الله، وكتاب الوحي ما فيه كلمات الله. عن كلمات الوحي قال ربنا في سورة الكهف الذي مستهلها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، غير سورة لقمان التي مستهلها تلك آيات الكتاب الحكيم. في سورة الكهف قال ربنا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ولو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أي لو كان البحر، والاسم هنا اسم جنس يعني جنس، يعني كل بحار الدنيا لو كانت مدادا أي حبرا تكتب به معاني كلام الله في وحيه، ستنتهي هذه البحار بكل ما فيها، ويبقى عطاء الله في وحيه مستمرا غزيرا. مثل ذلك قال ربنا في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ومنها الاستغراقية، يعني لو أن كل شجرة في هذا الكون منذ خلق الله كونه إلى أن تقوم الساعة لو تحولت كل هذه الأشجار إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وتحولت بحار الدنيا إلى أحبار ومدان لهذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله أي ما نفدت آلاؤه الكونية. وهذا أمر واضح جدا دلنا على أنه كلام الله بالعقل، لأن البشر كانوا في أول حياتهم كانوا اثنين فقط، آدم وحواء، كانوا يأكلون ويشربون وينامون والدنيا تتسع لهم، ثم تحول هؤلاء الاثنان إلى 7 مليارات الآن، و7 مليارات يأكلون ويتمتعون ويعيشون في الأرض، والأرض هي الأرض والكون هو الكون. لكن كلمات الله في هذا الكتاب الكوني تخزر هذه الغزارة التي تكفي المليارات السبعة وتكفي أضعاف 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 إلى ما لا نهاية. فلم يشكو أحد من جوع، ولم يشكو أحد مما أحد من مكان لا ينام فيه إلى آخره. إذن اتساع هذا الكون ونشر النعم التي لا يمكن أن تقع تحت إحصاء
كان لابد أن تكون لها قاعدة ضابطة، أن الأصل في كل هذه الآيات الكونية وأن الأصل في كلمات الله في كونه. فمقالة علماء الشريعة الأصل في الأشياء الإباحة تشمل كل هذا، وتشمل ما هو قد كان وما هو كائن وما سيكون إلى أن تقوم الساعة. تستمر هذه القاعدة المستمدة من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا القاعدة الأولى في الحلال والحرام قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وعليه قرر الأصوليون وعلماء قواعد الشريعة أنه لا تحريم إلا بنص، بس حتى كلمة بنص دي مش مطلقة، لا تحريم إلا بنص صحيح صريح. طبعا فيه يعني ما قلناه في العبارة التي قالها سادتنا الفقهاء، احنا حافظين بس لا تحريم إلا ايه؟ إلا بنص. ليه؟ لأن التحريم ده يبقى على خلاف الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الإباحة وهي القاعدة العليا. لكن قوله رحمهم الله إلا بنص صحيح، يعني ما ينفعش تحريم بحديث ضعيف، وما ينفعش تحريم بنص ظني الدلالة. يعني إيه ظني الدلالة؟ ما هو النص يبقى النص موجود ولكن لا يدل يقينا. ولذلك القرآن كله نصوص، النصوص القرآن كلها، آيات القرآن كلها قطعية الثبوت، لكن أغلبها ظني الدلالة. ما هو يقيني الدلالة؟ قليل جدا. آيات الحدود، آيات المواريث، الآيات التي تأمر بالصلاة، الآيات التي تأمر بالزكاة، يعني أشياء حتى في آيات الوحي اللي هي قطعية الثبوت لأنها ثابتة قطعا أنها كلام الله، ولكن أغلبها ظني الدلالة، لأن شريعة الله الخاتمة تناسب كون الله المتسع المتجدد المتراكم في هذا الوجود. فلا بد أن يكون النص لا يكفي فيه أن يكون قطعي الثبوت، ولكن لا بد أن يكون قطعي الدلالة. هذه عبارة كلام سيدنا الفقهاء، الأصل في الأشياء الإباحة، ثم قال الأصوليون لا تحريم إلا بنص صحيح صريح، أي صار الصراحة دي يبقى وصف للدلالة، يعني للمعنى المستنبط للمعنى المستخرج. ولذلك لو نظرنا لآيات المواريث لن نجد مجالا للمجاز فيها أبدا، لو نظرنا لآيات الحدود لا مجال فيها للمجاز أبدا، لأن النص حمل أوجه، المجاز حمل أوجه، يبقى إذا ليس قطعية، ليس قطعية